شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اليوم في حفل تتويج صاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان اسكندر ملك مملكة ماليزيا الشقيقة، تلبية لدعوة تلقاها جلالته من جلالة السلطان إبراهيم الذي أقيم في إستانا نغارا في العاصمة الماليزية كوالالمبور. ولدى وصول جلالة الملك المعظم إلى قاعة بلاي رونينغ سراي بأبستانا نجارة كان في الاستقبال معالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الذي رحب بجلالته حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي البحريني. ثم التقى جلالة الملك المعظم بجلالة ملك ماليزيا الذي رحب بجلالته وقدم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم خالص تهانيه بهذه المناسبة إلى صاحب الجلالة ملك ماليزيا معربا عن أطيب تمنياته له بدوام الصحة والسعادة والتوفيق والسداد في مهامه الملكية لما فيه تقدم وازدهار ماليزيا وخير ورفعة شعبها الشقيق. أشاد جلالته بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا والحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في كل المجالات، مؤكدا رعاه الله الحرص والتطلع الدائم لتطوير مسارات التعاون الوطيد والعمل المشترك مع هذا البلد الشقيق بما يخدم مصالح البلدين ويحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين. من جانبه أعرب صاحب الجلالة ملك مملكة ماليزيا عن شكره لجلالة الملك المعظم على تلبيته الدعوة للمشاركة في حفل تتويجه مبديا خالص تقديره لتهنئة جلالته ولما أبداه من مشاعر طيبة والتي تجسد عمق الأواصر التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين، معبرا عن عميق اعتزازه بجهود جلالته وسعيه الدائم للارتقاء بالعلاقات البحرينية الماليزية والدفع بها إلى آفاق أرحب، متمنيا لجلالته مفور الصحة والسعادة ولشعب البحرين مزيدا من التقدم والنماء. Keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Bahrain.
keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke Balairung Seri. وقد بدأ حفل التتويج بدخول جلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان إسكندر ملك ماليزيا وحرمه قاعة بالايرونغ سراي. بعدها تم تقديم المصحف الكريم لجلالته. ثم ألقى معالي السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي كلمة ترحيبية بهذه المناسبة. بعد ذلك تسلم جلالة ملك ماليزيا سيف الدولة وأدى القسم. وألقى جلالته كلمة رحب فيها بكبار الضيوف والمدعوين. بعدها عزف السلام الوطني لماليزيا وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة ملك ماليزيا. الحمد لله رب العالمين ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. حضر حفل التتويج أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك المعظم وسلاطين الأقاليم الماليزية وكبار الضيوف المسؤولين في الحكومة الماليزية.